حياكم الله مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء. أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها تجاه أوضاع سجناء الكويفيا من الأفراد والعائلات العالقة التي خرجت مؤخرا من منطقة قنفودة غربية مدينة بنغازي. اللجنة الوطنية في بيان لها الأحد طالبت وزارة العدل بحكومة الثني بإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء الذين كانوا بمنطقة قنفودة، معتبرة أن ذلك سيسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وكذلك في السلام والاستقرار في البلاد. أعلن اليوم الاثنين عن توقيع اتفاق بين منطقتي ورشفانة وجنزور بواسطة حكماء وأعيان مدينة ترهونة. الاتفاق شمل الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الطريق الرئيسي المغلق بسبب الاشتباكات واستئناف العملية المعلقة منذ 3 أيام وعدم القبض على الهوية من الطرفين. وتم الاتفاق على لقاء يوم السبت القادم في مدينة ترهونة بين طرفي النزاع للبحث في آلية تنفيذ بنود الاتفاق. هذا وطالب المجلس الأعلى لحكماء وعيان ليبيا كل الليبيين إلى وقفة حازمة في وجه سراق الوطن والذين تاجروا بموارده وممتلكاته في غفلة من أبنائه حسب ما قال المجلس. المجلس في بيان له ذكر أن هناك أعمال سرقة للقطع المعدنية وتهريبها خارج البلاد، مضيفا أن سراق الوطن يتسابقون على تهريب وتصدير الخردة المعدنية واستغلالهم لبعض الثغرات القانونية. المجلس الأعلى لحكماء ليبيا طالب جميع المسؤولين والمواطنين أن ينتبهوا لمثل هذه الكوارث التي تهدد الاقتصاد وتتسبب في انتشار الفساد. نقلت وكالة الأنباء الإيطالية آكي عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تأكيده على أهمية التحرك الدبلوماسي الأوروبي من أجل توحيد شرق وغرب ليبيا، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين ببروكسل. معظم الوزراء في تصريحاتهم شددوا على ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده من أجل رفع كفاءة حرس الحدود وخفر السواحل الليبية لتمكينهم من التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أراضيهم وفي مياههم الإقليمية حتى قبل أن يصل هؤلاء إلى أوروبا. أخيرا جددت الجزائر رفضها التام لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي، مشددة على ضرورة تسوية الأزمة التي تشهدها البلاد سياسيا. وزارة الخارجية الجزائرية ذكرت في بيان لها أن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أكد عقب استقباله لوفد ضباط تابعين لعملية البنيان المرصوص موقف بلاده الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية. مساهل أشاد بالنجاح الذي حققته قوات الثوار ضد ما يسمى تنظيم الدولة في مدينة سرت والمدن الليبية الأخرى. إلى اللقاء.